ربيع حضر الصحاب غادي تشوهوا عاوتاني في المغرب غادي تضاربوا عاوتاني بحال كيما نهضرت بالزوله وفيمو بول عليا نبول عليك انتي راك جاي من عام الشهير اللي داز لما من الاحسن والله الا من الاحسن واخا ما عندكش الصحافه خاص الدراري يكونوا حاضرين كيما الاحسن يكونوا النقطه اللي فات عليها المشاكل ديال المحاسبه سي صالح المحاسبه احنا ان شاء الله باذن الله غنديروا المحاسبه هذاك ما عندك الله لا طرح على شي واحد كنطالبوا بمحاسبه بدا ديال هاد الناس هذا منذ 2018-2024 لان كاينه اختلاسات كثيره وكنطالبوا هذا المكسب هذا لان ما كايناش الاسماء ديالنا في لائحه الحضور القانون ما كاينعفسها القانون وهذا كتلاحظ اليوم ان خمسه منخرطين نرضي عليك صالح عاز دابا جي لهنايا بين الحقيقه انت ابينوا حق شكون فكرتكم نتوما الله اسمعني اسمعني نتوما راكم مسؤولين إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين متابعين جريدة ميديا لايف أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة أمام غرفة التجارة والصناعة الجمع العام لفريق أولمبيك خريبكة وتم إغلاقه بعد قليل وحرمان دخول بعض المنخرطين أولا وقبل كل شيء كنطالبوا بمحاسبة بدا ديال هاد الناس هذا منذ 2018-2024 لأن كاينة اختلاسات كثيرة وكنطالبوا هاد المكسب هذا لأن ما كايناش الأسماء ديالنا في لائحة الحضور بغينا نعرفوا علاش باظا واش على محضر دارو هو راسو ولا جاتو شي مراسلة من الجامعة ولا دزنا في الجامعة موافقين على الثلثين إلا كانت وقعت شي حاجة من هاد البديل من هاد الشيء هذا مرحبا على راسو العين ما عندناش مشكل باش يطرد خمسة الأعضاء من المكسب ما عندوش حق. الخروقات اللي كاينة، كتقال الخروقات علاش بغي يطردونا؟ الخروقات خاصو هو طلبتوا شي استفسار سي يوسف طلبتوا شي استفسار حول هذا؟ حنا لا عرفنا غير دابا. ما دار لكم لا مراسلة ما كاين. لا مراسلة لا شهادة. لا عرفنا غير دابا. إذا كنطالبوا من هاد الناس هادو إلا كان شي مسؤول دابا عنده الجرأة باش يخرج يعطينا شي استفسار، يخرج دابا عندنا ويعطينا شي استفسار. واخا سي الداوي كنشوفوا اليوم الاعلام الوطني والمحلي كيتم الاقصاء ديالو باش ما يوصلش المعلومه للجماهير الفصفاطيه يعني اشنو مخبي لداخل بغينا نعرفوا اشنو مخزون لداخل التقرير المالي والادبي التقرير المالي والادبي ما صيفطوش غير بطلع اذا هذا الجمع هذا خاصو يتنسب اولا قبل كل شيء هذا الجمع هذا خاصو يتنسب لان عنده مده ديال 10 ايام خاصهم يصيفطوا لنا التقرير المالي والادبي هي على الاقل يعني في القانون الاساسي ديال النادي ولا الكريميا ما صيفطوش اذا خاصو يتنسب هذا الشيء هذا فلهذا كنطالبوا هاد الناس هادو باش يخرج شي مسؤول ويعطينا شي استفسار. المحاسب. تفضل. المنع علاش بناو المنع؟ اصلا المنع ديال المنخرطين ديالكم. ما عرفناش علاش منعوا الا عندهم شي محاضر ولا شي حاجه يورونا شنو اللي كاين. واش كاين شي قرار رسمي من الجامعه مثلا؟ ما كانش ما كاينش شي قرار الا عندهم شي قرار عندهم شي مراسلين. المراسلين. هما كيمنعوا كيتفاجئوا دابا كيمنعوا حتى المراسلين. اذا عندهم شي خبايا كيخزنوا لداخل. علاش ما يخلوش المراسلين منعونا حنا ماشي مشكل ولكن خلوا المراسلين يعرفوا الحقائق بالنسبه للبلاغ ما دارش البارح داير ان جمع عام مغلق ما دارش جمع واخا ما كاينش جمع عام كيدوز شي جمعيه مغلق ما كاينش حضور جميع المراسلين اذا فانتوما كنطلبوا منكم باش تناشدوا هاد الناس هادو وتقولوا لهم علاش تم المال ديالكم سي حزاز شنو عازم كنطالبوا دابا واحد النقطه في جيجيه في الملاعب القرب كنطالبوا بان هذوك الناس عندك سي سعيد سعيد الرئيس اللي داروا ديال الشركه حمار وعندك سي كلودي كاين فينا هو المال العام ديال الشركه بان كان كياخذوا المداخيل ديال الملعب القرب بلا ما تبين في الكونت ديال اف سي خريبكه هذا هو الامر هذه هي النقطه اللي فات عليها المشاكل ديال المحاسبه سي صالح المحاسبه احنا ان شاء الله باذن الله غنديروا المحاسبه هذاك ما عندك فضل الله يطرح على شي واحد غنديروا شي غنديروا شي كاين ان شاء الله باذن الله الناس راه ما مخلصينش دعابه شنو كيجرى وراء هاد الكوارث هذه ان شاء الله باذن الله سي يوسف كيما دوينا قبيله الاخوان هاد الناس هادو راه كيعلم الصريح شنا خروقات كثيرة خصوصا في الملاعب ديال القرب؟ العبيس ديال القانون ما كاينش قانون فيها القانون ما كاينعفسها القانون وهذا كتلاحظ اليوم ان خمسة منخرطين مشي حنا كنجيو منهم ولا كنقبلوا لهم خارجين خارجين خارجين
جايين باش يأديو باش يوقفو مع الفرقة ويجاوبو المال ديالهم ماشي قولهم وفعلهم. حنا دابا كنطالبو مش شكارة، واش واحد ما عندوش شعشة ليلة باغي يشد رئيس الشركة؟ واش هو السي سويد واش واحد ما عندوش شعشة ليلة باغي يشد رئيس الشركة؟ راه ما يمكنش، راه المال السايب كيعلم السريقة. هاد الناس هادو عندهم مخطط ديال إقبال الفريق باش يتهربو من المحاسبة، هذا هو اللي كاين. هادشي كامل وهاد الكولاسة كاملة اللي وقع باش يهربوا من المحاسبة روسي كطيح لواس، ونرجعوا نفس الموضوع لأنه الفرقة ملي طيح لواس كتسقط الشركة كتسقط الجمعية، وما عندهم حتى شي مصلحة، ما كيغيروش على روسيكا، روسيكا خاصها حلول ماشي خاصها ترقيعات. هادو مخير فيهم ما كاينش اللي عنده تريال، ما كيساعد البطل حتى شي حاجة، كاع جاو على مصلحة على قبل الكعكة باش تقسم هذيك الكعكة كله ويعطيهم النصيب. هاك حتى أمين المال، هاك حتى هادي، هاك حتى ملاعب القرب. وهادشي شفنا في الملاعب القرب أنها كانوا خروقات كثيرة، وقرار ديال اللجنة ديال تتبع المرافق ديال الجماعة أنها سدات لهم وعطاتهم عطاتهم تقريبا مؤخرا أو البارح داروا اجتماع في الدار البيضاء وسناو وداروا بلا أنا رئيس الشركة هو فلان وحطوه بلا إخبار بلا إيميل بلا إعلان بلا حتى شي حاجة بلا إعلان منابر إعلامية بلا خرجات. هاد الناس أش كيبينوا؟ مادام كيضربوها سكوتية إذا أش كيغطوا على شي حاجة؟ لا كاينة السريقة، كيما كتكون أمور ما خصهاش الإعلام إلا كاينة إن هذا هو اللي كاين. هاد الناس هادو راه ما كيحبوش وهذا راه دليل ان اليوم تم المنع ديالنا احنا من الحضور ديال الجمع العام. والسلطه تحط لجنه، هذا هو القرار اللي كاين. الا ما حطوا السوارت راه العباس هذه الفرقه، راه بقى العباس والفرقه غاديه الهوات. اللعابه ما مخلصينش 3 شهور، سيكيريتي ما مخلصينش، الدراري اخرين اللي في السلطه الاطور حتى واحد ما مخلص. فاش كيقلبوا واش هادو عاد باغيين يخلصوا؟ راه ما يخلصوش، واش عندهم؟ من يجيبوا هاد الفلوس؟ يمشيو يتسلفوا طالعوا ولا الشفره، هادشي اللي كاين. وحنا راه ما نوقفوش مع هاد الناس وما نعطيهم حتى ريال وما نتعاونوش معاهم من هاد المنابر، ما نتعاونوش مع هاد الناس حنا لانهم فراقشيه، وبينوا بانهم فراقشيه. تحياتي ليكم. اذا كيف ما كتشوفوا متتابعين ومشاهدين جريده ميديا لايف، كيفاش اللي مكتب مسير تم رجال ونساء الاعلام كذلك منخرطين ديال الفريق تم المنع بعض المنخرطين. اذا كيف ما كتتابعوا معنا مشاهدين متتابعين جريده ميديا لايف الاعلاميه، تم المنع رجال الإعلام وبعض المنخرطين لفريق أولمبيك أخريبيا من دخول وحضور الجمع العام. راهي شفتي تماك كاين يعني كاين كابيلو كاين وليد بن شريفه المبلغ اللي هو 726600 درهم ديال كابيلو للرئيس الموقع العقد رشيد الصموتي وفتره النزاع تخص ولايه يوسف الجزائري. كنشوفوا هنا وليد بن شريفه 864000. سي حميد اش كتقول لنا على هذا المنع اللي تم من الخريطين هذا الوضع اللي كاين؟ ما كاين حتى حاجه، حتى واحد ما غيعطي الاضافه اخريبكا راه باينه، والله واحد ما غيعطي الاضافه. حنا باغيين لوسيبي، باغيين الناس ديال لوسيبي، حتى واحد ما غيعطي الاضافه على الفراقشيه. علي دبرنا شي 70000 عطات عليه اختو ولا امو كيجي يحطها هنا، ما كاين حتى حاجه. اذا دابا مني اشنو الارتسامه ديالكم من بعد المنع ديال بعض المنخرطين وكذلك رجال ونساء الاعلام من هذا الجمع العام؟ واش في النظر ديالكم ان كتبخ شي حاجه؟ علاش ما باغينش الاعلام يحضر؟ واش باغي خافوا من شي خروقات دايرينها؟ طابخينا بيناتهم بحال هادو، هما طابخينا وهي بصراحه با غادي تشوفوا عاوتاني في المغرب، غادي يضاربوا عاوتاني بحال كيما نهضرت البزوله وفيمو بول عليا نبول عليك. هادشي راه تجي من عام الشهير اللي داز، لما من الاحسن والله الا من الاحسن، واخا ما عندكش الصحافه خاص الدراري يكونوا حاضرين كيما الاحسن يكونوا. الشوفه غادي نشوفوا في المدينه. شكرا خالد جو عبد الله. كاين حتى حاجه بوسوي اذا
كنتش مؤمن ان الاصل هو ما كانش حاضر، ولكن اذا كانت دعوه من السيد الرئيس فهنا تيكون الحضور. مادام ما كانتش دعوه من السيد الرئيس فهنا مبادره منا، حنا جينا ربما نسمحوا من تقييس هذا الجمع العام. اذا مادام اختاروا ان الجمع العام يحضروا هذا من حقهم وهذا هو القانون وهذا هو الاصل، ما عندنا حتى مشكل في هذا غير من الاصل من الاولى، على انه في اطار التشنج اللي كاين في اطار الصور الدوليه اللي كانت جات في الجمهور الجمهوريه، كان من الاولى ومن الاحسن على انه يكون التقيه في الجمع العام باش الجماهير المغربيه تكون على بينه بما يجري من دور وصحافه حقائق الامور باش يتسجل عند الشعب. اما القانون فهو غادي ما نزيدش على إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين ومشاهدين جريدة ميديا لايف الإعلامية مباشرة من مدينة أخريبكا في حضور أطوار الجمع العام لفريق أولمبيك أخريبكا، وفي الدقائق الأخيرة عاد تم المنع ديال رجال الإعلام وبعض المنخرطين الفريق لأسباب ما باقي لحد الآن ما عرفناهمش، وتم البلاغ يوم الأمس ما داروش فيها أن الاجتماع راه اجتماع مغلق، لهذا باقي ما زلنا كننتظروا أسباب منع رجال الإعلام سواء الإعلام المحلي أو الوطني لتغطية هذا الجمع العام للفريق. وكذلك غضب بعض المنخرطين الذي تم تشطيب عليهم عفوا الذي تم تجميد عضويتهم وستكون مناقشة تشطيب عليهم من فريق أولمبيك أخريبكا في هذا الجمع العام بدون أي كما قالوا بعض المنخرطين بدون أي مراسلة لهم أو علمهم بالموضوع. كذلك كنشوفوا هذا البوندرول اللي داروه بعض المنخرطين منخرطون نادي اولمبيك أخريبكا لكرة القدم يطالبون من السلطة القضائية بفتح تحقيق قضائي لمالية الفريق في الفترة الممتدة بين 2018 و2014. إذا إلى هنا متابعين مشاهدين جريدة ميديا لايف نودعكم